مفيش حاجة اسمها ما يحاولوش. بس حضرتك قلت لي الحل فين؟ اه أنا قلت لك هيروشيما، أنت قلت قنبلة ذكية، لا ما تعبيرك تنفعش أحسن مني. هيروشيما، ده عايز قنبلة ذكية. قنبلة ذكية، قنبلة ذكية هي اللي تنقذ النادي الإسماعيلي. اه ويقطعوا طب الاتنين جنب هتسيب مين الإسماعيلية سبب. يا شيحة؟ السؤال الأخير، القنبلة الذكية تسيب مين يدير النادي الإسماعيلي؟ بص يا كابتن، انت بتسالني انا وانا شكي مجروح. انا شايف ان ابراهيم عثمان افضل واحد، دي شهاده ليا انا براحتي، اه انا حر. انا شايف ان اه مجدي عبد انت الغني، حر طبعا، كل واحد حر في وجهة نظره. بص يا كابتن، بص معلش انا اسف، انت شخصيا انت وفي مواقف بيني وبين حضرتك وكلام بيتقال من ورايا ومن ورا حضرتك، انا على طول بحبك، فبقول لكل ربنا الناس ان مجدي يخليك. عبد الغني ده كويس ماشي. في ناس من اللي انا بقول لهم كده ممكن يكونوا ما بيحبكش، ما بيبقوش مبسوطين ان انا بقول كده عنك. انت معايا حضرتك ولا مش معايا؟ ايوه، لكن دي وجهة نظري الشخصية، بس انا حر. خلاص دي وجهة نظرك وحقك انك تقول، وانت بتحب ابراهيم عثمان هو حد انت لا شايف ان ابراهيم عثمان هو الانسب، بس ابراهيم عثمان ما نزلش. انا معاك يا كابتن، انت البديل بتسالني بقى، حضرتك. البديل بقى دلوقتي عشان انت بتحب النادي الاسماعيلي وعايز تنقذه، ايه البديل اللي يتعمل عشان انقاذ النادي الاسماعيلي؟ الدكتور محمد الزغبي اللي هو جامعة قناة السويس السابق، رئيس منطقة الكرة، أنا شايف من وجهة نظري هو الأكفأ لإدارة النادي ما الإسماعيلي. دخلش. أنا بقول لحضرتك، أنت بتسألني أنت اه يعني بتسألني انت شايف ان من الشخصية دي المرشحين، كان تنفع تدير النادي الاسماعيلي؟ أنت بتسألني من بين المرشحين يعني؟ انا بسألك في المرشحين. اه ما احنا ما يا اما لو يا اما بقى لو الانتخابات مش هتكمل يبقى ده موضوع تاني، والله انما يا كابتن بتكلم انا شايف ان 70% من الانتخابات مش هتكمل، يعني دي وجهة نظري الشخصية. يعني الجمعية العمومية لو ما اكتملتش، ما هو مش عشان بس الناس تبقى فاهمة احنا بنقصد ما تكملتش ازاي، لو ما ايوه اكتملتش الجمعية الناس ما العمومية تروحش. هيضطر الوزير المختص انه يمد المدة لا مش فاهمين، ده هيعين مجلس. او لا يعين لا مجلس. طيب او لجنة اللي زي الزمالك اللي موجودين، هي لجنة تدير، اللي يعمل لجنة موجودين يا تدير شيحة، انت شايف ان فيهم حد ينفع؟ من وجهة انما كابتن. نظرك. ابعدني عن الاسئله دي، لان انا يعني انا بص انا باعد نفسي عن الجو طيب الاسئله دي خالص، قول لي كلهم قول لي اخواتنا. قول لي من غير ما تقول اسماء، قول لي اه ينفع فيهم حد ينفع. فيهم حد ينفع؟ فيهم حد ينفع؟ فيهم حد طيب ماشي. بشكرك كابتن محمد شيحة، الأمر. وبتمنى لك التوفيق، وبتمنى التوفيق للنادي اللي